لأمهات المستقبل. إذن اندفاع موفق سيداتي يعني سادتي يمن تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف، اندفاع موفق لجميع الجهات عدا برلنت بدت متأخرة، وأيضا عذبة دانا بدأت مميزا الآن. مشاهدينا متابعينا الكرام في خامس أشواط هذه الأمسية لفرس المبتدئ الإنتاج المحلي عمر 3 سنوات فأكثر، والتي تبحث عن أولى انتصاراتها دورة كاملة حول المضمار. هنا الثلاثي في المقدمة تقدم امتهادي وأيضا خبرة، وكذلك من المسار الخارجي نور العالية بفارق طول عنهم في المرتبة الرابعة عبورة تظهر، وكذلك شهانة غلا وأيضا تذكير تظهر في المرتبة الخامسة، زيركون كذلك بالتحادي من المسار الداخلي برلنت، وكذلك بصمات هنالك من المسار الخارجي تتقدمهم هنا خبرة بن هايندسفيلد مع عبد العزيز الموسى ونور العالية في ثاني المراتب. هنالك تهادي تتراجع الى المرتبة الثالثة، وعبورة من المسار الداخلي انقطعت هذه المسافة ب 52 و10 اجزاء من الثانية. افراس المستقبل تبدأ الآن في هذا الشوط للبحث عن الانتصار، خبرة لا تزال تتزعم في هذا الشوط. القدوم هنا في ثاني المراتب لنور العليا، وهنالك بيرلنت قادمة ومن المسار الخارجي تهادي عبورة تبحث عن مسار، والقدوم لتذكير وكذلك أمان الخيل وزركن، ومن خلفهم هنالك نجمة الساطي انقطعت هذه المسافة بدقيقة و19 ثانية وجزئين من الثانية. هنا لا تزال في المرتبة الأولى من المسار الداخلي خبرة، وكذلك نور العليا بكل أريحية حتى الآن تنتظر الإشارة من خالد الميموني. هل من قدوم؟ عبورة تبحث عن مسار، وكذلك تهادي من المسار الخارجي، وأمان الخيل من خلفهم أيضا تبحث عن المسار. هنا خالد الميموني بدأ بإعطاء الإشارة لنور العليا، خبرة لا تزال تحافظ من المسار الداخلي مع المنعطف الأخير وصراع البحث عن الانتصار الأول. زيركون بدأت بالطيران الآن تحاول أن تقوم بالتبديل، لا تزال نور العليا في المرتبة الأولى، وكذلك خبرة تحافظ القدوم من زيركون، ولكن الرمية الأخيرة لمن؟ نور العليا من بينهم، زيركون من المسار الخارجي. هل تعود خبرة؟ الرمية الأخيرة نور العليا تحافظ في هذا الشوط، زيركون قادمة، نور العليا على خط النهاية لتسجل هذا الانتصار. ابنة ووردلي بالشعار الشريف الزاع شاكر عبد لتدريبات المدرب عبد العزيز الموسى والقيادة الأكثر من رائعة لخالد الميموني في هذا الشوط. نور العليا إلى أولى انتصاراتها بفاصل تنافسي مثير.